الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ آية، هذا آية يعني شيء عظيم. فيها الشفاء، فيها القوة الروحية، فيها يعني زيادة الإيمان وقوته، وفيها الكفر والضلال الذي يكذب يضيع. هذا شيء عظيم يعني. نقرأ الآية أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب. أورثنا، شوف الكلمة عظيمة دي، مي سهلة، لناس خاصين. مو الإرث لازم موت، لا، الإرث عطاء. ورثتك حاكم الحكام يقول ورثتك تلك الأرض خذها، يعني مو بمعنى مفهوم عندنا أنك لما تموت لا كذا، لا، يعني أعطيتك خلاص ملك لك كامل. فلما يقول ثم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. الكتاب، كل الكتب التوراة والإنجيل يذكر فيها إنها الكتاب، مذكور في أثناء الكلام عن الإنجيل الكتاب، التوراة الكتاب، القرآن الكتاب. إنه لقرآن كريم في كتاب، هو هذه الكتب كلها في كتاب مكنون. تريد كتاب الله القرآن؟ الذين عند الإنجيل، تريد الإنجيل؟ في كتاب مكنون ممنوع لا يمسه إلا المطهرون. عندك منه الورق، عندك منه الصوت، يقال أن هذا قرآن كتاب الله، لكن هو تريد تصل إليه؟ إذن هذا كتاب مكنون، فين أذهب؟ هو غيبي يعني بجوارك، هذا ما غاب عنك، هو هنا. الجنة والنار هنا، وربك أقرب إليك من حبل الوريد، والشيطان يجري فيك مجرى الدم. كل الغيب هنا، الجن في غرفتك، الملائكة في غرفتك، غيب غيب يعني غابة، مو يعني بعيد ما تشوف العيون، هناك في السماوات. إنه ينادي. فيقول الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم هؤلاء؟ ثلاث أقسام. أول شيء، البداية حلوة جميلة على قدر الجميل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من عبادنا. خذها واحدة واحدة علشان ترسل كلمة كلمة، حرف حرف. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. الله، كذا على طول أول شيء ظالم لنفسه، اصطفيته. الذين اصطفينا من عبادنا، منهم، من عبادنا هذول المصطفين، واحد ظالم لنفسه. عشان تعرف الله رحيم رفيق، وغيره يجلد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. رقم واحد حط ربنا كده، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات.
دائما انت لما تشوف ابنائك ثلاثة، واحد ضعيف، واحد ضعيف ليس في السن، لا ضعيف كذا، واحد يعني لا بأس، واحد خلاص مدبر نفسه يعني أسد، يتصرف تصرفات سليمة حكيم. فأنت تركز على هذا الضعيف، تكون تساعده، خذ امسك، لا لا تفعل هكذا، أنت متوجه نظرك له وهذاك متصرف. هكذا الرحمة، ليس هذا الذي عندنا هو حب، هذا حبيبنا، هذا شرير، هذا في البشرية ليس عند أرحم الراحمين، ليس عند الرحمن، وليس عند أحباب الرحمن. أحب واحد للرحمن قال عنه الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي شيء تشوف الرسول قالوا، قال رسول الله فيه خلاف الرحمة ارمي برا، وإن صح سندا، لأنه ما صح متنا. لو قالوا لك فلان كريم، ربنا قال هذا رحم هذا رحمة للعالمين، فلان كريم قيل لك، وجاء واحد قال هذا لئيم، لكن منتشر بين الناس وكذا انه كريم، نكذبه. مشهور صح ولا لا؟ يجي هذا يقول لا، حتى لو لقي منه. وفعلا في قصة حصلت مع حاتم الطائي، جاءه مشهور بالكرم إلى الآن والكتب في كل مكان. ففي ذلك الزمان جاءه أحد الناس، وهو حكيم مو كريم بدون حكمة، حكيم. جاءه شخص وقال أني أريد أن يعني ناقة حتى أسافر، يعني أنا مضطر وهكذا. قال اذهب، ليس لك عندنا شيء، المهم لا أكرم ولا شيء، ترك يروح. فهو ذهب يمشي 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 حتى يعني ابتعد عن خيمة الطائي، يعني حزين لكن هناك عند. فالمهم ذهب حاتم، لبس وتنكر وأتى من خلف جبل إليه، كأنه يعني جاء من هناك. فقال: من أين أتيت يا أيها الأعرابي؟ قال: من عند حاتم الطائي. قال: كيف هو؟ قال: نعم الرجل، لقد أكرمني وأعطاني و ما طرده. فقال كشف، قال له: أنا حاتم، كيف تقول هذا؟ قال: من يصدقني؟ كل الناس يقولون أنت كريم، لو قلت هو طردني يكذبوني وأصير مذموم عند الناس. حكيم قال هكذا. واحد ثاني يقول: أيوة شهد واحد، السند سليم أن حاتم لئيم، سند هذا رجل، ربنا قال السند رباني، قال رحمة للعالمين، مو للإنس للجن. هذه عاد فيها مجال علمي غزير، خلينا على قدنا. رحمة للإنس والجن. ثم برضو نطول نطول، بس هذا ما هذا مو موجود في الساحة، يعني مو موجود في ساحة القلوب. ثم أورثنا موجود عكسه، يعني هذا 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 أهل الكتاب، هم هذا لا. اللي اصطفاهم الله هم منهم هذا، لازم 100% سليم، ما يغلط واحد غلطة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ما قال لغيره، انتبه، ظالم لنفسه، هو بينه وبين الله يعني مزعل ربنا مثل ما يقول. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ظالم لنفسه داخل في الفضل الكبير، لأنه مصطفى، اصطفى الله. ليش اصطفى؟ ما في ظالم لنفسه كثير؟ لا،
اللي اصطفاهم لهم ميزة هم موجودة عندهم، كما قال الله في آية أخرى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. متقين وهنا مصطفين، عدهم أربعة، مش أربعة كثير، لكن عد لك التوب المحسنين والأقل درجة بينهم. يلا شوف عاد كم موجود، بس أضبط الأول والآخر. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان في الأخلاق والمعاملات ليس في العبادات. العبادات ما توصلك الإحسان، تريد أن تعبد الله كأنك تراه، الأخلاق. لأنك لما يغضبك واحد تقول الله أراد لي خير، الله يعني يريد يكسبني أجر، الله يزكيني به حتى تخرج مني أنا خير منه، فهذا التزكية لك. هذا هو يوصلك ربنا الإحسان بالكظم الغيظ والعافين عن الناس. فالله يحب والله يحب المحسنين. انتهينا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يا سلام، هذا هو ليش ظالم لنفسه. إيش سووا؟ بشروط. مو كل ظالم لنفسه معاهم من اللي سابق الخيرات ومن الذين اصطفاهم الله، لا. إيش يسوي؟ إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله. عنده ذكر الله، هو يقول سبحان الله الحمد لله، لا، هو يفتكر رب، يتذكر الله، يرجع إلى الله. هؤلاء اللي يحبهم الله سماهم إيش؟ التوابين. عنده اسم الله العظيم التواب، والله التواب، وهو التواب، كلاهما تواب. هذا هو اللي يحب الله. كن أنت الغفور غفور مع ربك غفور، خلاص. هي اسم الله التواب عند الأنبياء والمرسلين، لا يفارق أي مؤمن، ولو كان من سابقين الخيرات، ولو كان من المحسنين، تواب دائما فاتح الباب مع ربه، مغلق الباب مع الآخرين. بالتوبة، بالتوبة يعني الرجعة، الباب مفتوح دائما يتكلم مع ربه: أنا غلطان، أنا مدمر، أنا خربان، أنا اللي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ما في، كله يغفر لك مرة مرتين عشرة، حتى أبوك أمك، ما في فائدة. ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون، أولئك جزاؤهم جنات عرضها السماوات، مغفرة من ربهم وجنات. فهنا إيش قال؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، من عبادنا، شوف النسبة الحلوة دي، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من الخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل العظيم. جنات عدن، إيش هو الفضل العظيم؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إلى آخر الآيات. الله فاتح الباب للخلق، أنت اللي مغلق الباب لسماعك لغير الله، قال لك لازم كذا لازم كذا. التقوى هي، ربنا قال لك التقوى هي، اللي حبهم مصطفين عندنا هم، ما أخرجك، أخرجوك. طيب ندخل في حاجة، يعني علشان الواحد ما يخرج نفسه من الدين إلا إذا كان على أعلى مستويات. لا، الله يقبل كل، بس يبغاك تعترف إن لك رب. هذا الاعتراف ليس ثقافي، لا، ترجع له
هذا معنى لك رب يعني ترجع له، لك أب، لك بيت، دائما ترجع مهما ذهبت للعمل للهو لأي شيء ترجع لبيتك. أنت تعترف لك رب، تعترف لك رب يعني ماذا؟ يعني دائما مفتوح الباب بينك وبينه، أنت دائما أغضبك أحد روح له، غلطت مع أحد روح له، افتح الباب. هو مو يغفر للتوابين، يحبهم الحب متضمن المغفرة، هذا شيء عالي لا يفعل هكذا إلا الأم الحنون. أمك مثلا تخطئ تغلط لو مجرم، حتى والديك لو مجرم هم يكرهون هذا الفعل الذي تفعل، لا يكرهونك أنت. إذا جئتهم وقلت قالوا كيف نفعل الآن مصيبة فعل هذا الإنسان وهرب ولجأ عندنا، كيف نفعل فيه؟ نتكلم عن الذين عندهم الفطرة السليمة. ماذا نفعل فيه؟ يحتارون. لو واحد ثاني جاء ليس ابنهم يقفلون الباب في وجهه يقول اذهب، نفسه إنسان. لكن هنا جعل رحمة لهذا، رحمة الله للكل. ليش يخصصوها للفلانيين؟ فنخليها يعني مثل هذه، يعني مثل هذه مثال. هو الله جعل الأم علشان تفهم الرحمة، لما يقول لك أرحم الراحمين تفهم إيش معنى الرحمة. فنحن أصلا كلامنا ليس هو هذا، لكن بس علشان نفهم الموضوع يعني نحن نكون يعني لنقول هذا ناس آخرين. لا، هذا يحصل على الثلاثة هؤلاء الذين أورثهم الله. ما هو السر العظيم؟ ليس سر عظيم، لكن صار سر لأنه اللي ينشر الكلام ويؤلف الكتب ويظهر أمام الناس ولهم أسماء لامعة، غطوا على أسماء كبرى. محمد لا تقول سيد، السيد محمد رسول، سيدنا محمد صعبة. سيدنا أنس ابن مالك، سيدنا أبو هريرة، سيدتنا عائشة، سيدتنا خديجة الكبرى، سيدتنا الحبيبة الغالية المؤمنة التقية الورعة. لماذا لماذا؟ لكن سيدنا فلان شيخ العرب والعجم حجة الإسلام البالغة، أي واحد له مشكلة. ما تقول عن أنس حجة الإسلام، تقول عن السيدة عائشة شيخة الإسلام. فعندنا طامة يعني طامة كبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب نحن نغفلك هذا قليلا علشان لا يتذهب البطارية. هذا الأمر الآن بدأ أناس يخوضون فيه مع إغفال الله، إغفال دين الله، إغفال الأنبياء، إغفال كتب الله، آخرها كتاب الله القرآن نحن نتكلم عنه. مع إغفال هذا صار ينتشر، يعني يغفلون هذا الموضوع ويتكلمون من نواحي أخرى، إنه أنت كيف تستفيد وكيف تكون حياتك. ما نريد نخوض في الأسماء ولا في أصناف العلوم، ما لنا ومال. ذكر الشيء لا يفيد، يضر إذا كان الناس الذين يعني تتكلم معهم ها يخطف الكلمة ويذهب، يلا يلا نفهم التفاصيل تفاصيل تفاصيل، وبعدين يتوه. أما مثل ذلك الأعرابي الذي ذهب للطائي لا بأس، اسمع فلان 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 ما يذهب. الآن مخ هذا مغلق،
يعني مثلا علشان نجيب مثال عشان نفهم هذا الأمر المهم والمفيد لك، يعني لو نعرف فوائده، ها، حياة سلسة، حياة ممتعة، حياة مريحة، مثل ما يقول، وإيش، فندق 5 7 7 نجوم، في الأكل غير والنوم غير والأشياء يشوفها الواحد غير ولا يدخله إلا الغير، وفندق يعني درجة ضعيفة. مثال كويس، يعني مثلا قلت أريد، شفت السر في كلمة أريد، أريد مثلا سيارة، معليش السيارة كثير مرات نذكرها، تمام؟ طيب إذن أنا مرتبي كم؟ الدخل الذي يدخل علشان أشتري سيارة لا يكفي، إذن ماذا أفعل؟ أجمع المال، هذا طريق من الطرق، أردت سيارة، نجمع المال، كم مقدار السيارة؟ $1,000 مثلا، يعني ممكن هي أكثر من كثير، لا شأن لنا، نحن لا شأننا بالمثال. $1,000، إيوه $1,000، أو خلينا نحط مثالين مع بعض، أريد أخفض وزني، مرة صعب. إذا نضع الخطة، السيارة تحتاج إلى $1,000 وأنا مرتبي يعني الدخل الذي يدخل $200، إذا أضع $50، $50 كل شهر، يعني يبغى لي 40 شهر، صح؟ أيوة، 50 × 40 2000، 40 شهر. طيب خلاص أنا موافق، مضى 40 شهر، أكثر من 40 شهر، خلاص أضع $50 على جنب. نتكلم عن الشاطرين، الشاطرين نوعين، غيرهم لا، بعد شهرين ثلاثة يقول يا تعبت أنا، ما أنا أريد آكل كذا وأشرب كذا، ما أريد السيارة، هذا ما لنا شغل فيه. نتكلم عن الشاطرين عشان نفهم السر أكثر. إذن هذا هو الترتيب، وأنا مصمم على هذا الترتيب. إذن حطيت 2000 2000 2000 2000، بعد 10 شهور عندي كم؟ 50 50، بعد 10 شهور عندي 500، ممتاز، باقي 30 شهر. لا يقول باقي 30 شهر، يقول باقي 30 شهر، مو مشكلة، ويمشي يمشي 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 حتى يكمل الوقت عندي المبلغ. نفرض انه الموضوع سليم، لانه في غير سليم، نفرض ان الموضوع سليم، جاء اخذ سيارة مثل ما هي مدة 40 شهر، نفس السعر، ما زادت، ما اي، ما صار ظروف، ما صار ما صار شيء، 40 شهر يعني مضيق على نفسه وحصل على السيارة. ممكن أنه في هذه الفترة ارتفع أسعار السيارة، الآن يلا خطة ثانية وكمل 40 شهر ثانية. في أحوال هذا طريق، نويت بالأسباب، افهم، نويت بالأسباب، لأنه كيف لازم أسباب، ما دام تقول كيف ولازم أسباب، هذا طريقك. في الوزن نفس الشيء، أريد كذا، ذهب للطبيب قال امشي على هذا الغذاء وعلى هذه الحمية، لا تأكل إلا هذا الشيء، وتحتمي به عن كل شيء إلا الذي أنا قلت لك، وتأخذ مثلا دواء معين، وتمشي أو تلعب الرياضة الفلانية، بعد 3 شهور سوف يكون وزنك نقص 5 كيلو، بعد 3 شهور ثانية 5 كيلو، إن شاء الله بعد 2 سنين تكون نحيف. طيب شد على نفسه الرياضة كل يوم كل يوم كل يوم، 24 شهر، يعني 365 سنة، 365 يوم، وكمان 365 يوم، اجمعوها، لا أريد أجمع.
وهو يعني خلاص ملتزم، مهما قالوا الناس تعبت نفسك خلاص كلام فاضي خذ وصفة أخرى، لا، لأن الذي ينجح عنده ثلاثة بنود مهمة في حياته، الفاشلين ليست عندهم. تحديد الهدف، الطريق الموصل للهدف. الثالث إيش هو؟ عدم الالتفات لأي طريق آخر حتى أصل. يصل، لكن غيره يجي في النص، هذه اثنين عنده كويسة، عدم الالتفات هذه، جاء واحد قال له يا أخي في خطة ثانية أحسن، طيب جربها، بعدين جاء واحد ثاني قال له يتوه. احنا خلينا في المنجزين عندهم هذه الثلاث، فهذا نتكلم عن المنجزين، في أعلى من المنجزين؟ أيوة فيه. إذن هذول خلاص خلصوا حصلوها، وما في عقبات في الطريق. عقبات في الطريق مثلا الغذاء الذي يشتري من المطعم أو يذهب يأكله عينه له أو يسويه في البيت ارتفعت الأسعار وصار الميزانية مثلا، يعني نقول مثلا هذا الشيء، جاءه ظرف انتقل إلى بلد أخرى لا يجد هذه الأشياء ولا يجد فرصة، عنده دوام صار يعني مليان ما في فرصة للرياضة ما في فرصة، رجع للحال الأول. نحن نتكلم عن السليم، السليم اللي كما هي خطط وكما رتب نجحوا بعد سنتين والثاني بعد 40 شهر وخطط فيها بعد 20 سنة بعد 50 سنة اللي يكون. الطريق الآخر، لن نخوض فيما يقال، موجود يقال بعد روحاني، قلنا لكم بعد أرضي وروحاني وقسمناها 4 أبعاد، بعد سفلي في السحر والجن والأشياء كثيرة وسياسية كمان وما نتكلم عنها، سياسية واقتصادية، وإحنا ترى مسحورين، إحنا يعني علينا الإعلام شغال يمشينا. إيش معنى سحر؟ يعني شيء يغير مزاجك، هو موجود. فالمهم باب كبير سفلي وأرضي، غالب الناس عايدي فيها ويخضعون للسفلي ولا للروحاني ولا يمشي. المهم موجود عنها حديث ما نتكلم مرة ثانية. وروحاني اهتمامه بما قبل الموت، كيف تكون سعيد، كيف تكون مبسوط، وعندنا وموجود يعني الطاقة، تطوير الذات إلى آخره، في أشياء ما تعرفون عنها شيء وبأسماء أخرى. الرابع البعد الرباني، هذا نادر وميسور، المشكلة أنه ميسور أسهل ما يمكن، الأنبياء دعوا له، لكن دائما مع الأنبياء قلة والكثرة يقتلونهم ويعادونهم ويحاربونهم ويشعلون النار فيهم حالة. الطريق الثاني ما هو؟ الطريق الرباني، ما نتكلم عن غيره، نحن نريد القمة، الفوز في الدنيا وفي الأخرى، الاثنين، فوز في الدنيا موجود ما نتكلم عنه هنا، نجاح في الدنيا وانت سعيد وانت مبسوط وانت يعني ما تحس بكآبة وتحس كذا وتنام وانت مرتاح وإذا تريد أشياء قد تتوفر لك، مو 100% قد، عشان كذا بعض الناس يأخذ دورة هنا وما تنجح ودورة هنا، وهذه الدورة اللي أخذ فيها في ناس نجحوا لكن هو يقول هذه الدورة فاشلة، هو فاشل فيذهب إلى دورة أخرى ويخسر أموال، وبعدين يجد متنفس، هو يجد متنفس عن حاله الأول ما في شك، ولكن حتى لو وصل للتوب إلى الموت بعدين لا، بعدين هناك الرسل قالوا لنا أشياء ما طبقناها. هدف من وجودك يعرفه الذي خلقك والذي صنع الهدف فقط، واحد ثاني يحط لك هدف ثاني يروح. فنحن في الهدف الرب في البعد الرباني،
لو تعلمون ماذا ما هذا الذي يعني أنتم فيه نعمة كبرى. نعمة كبرى كانوا فيها الأنبياء والرسل، ونعمة كبرى ستعرفون حلاوتها في الدنيا، ولكن الحلاوة الكبرى واللذة الكبرى والعيشة الكبرى بعد مغادرة آخر نفس وأنت في غرفة بيتك، باب آخر ينفتح لك. فنحن نجي لهذا الآخر، يضع النية، نية سيارة أو النية التخسيس، نفس المثالين معنا في هنا. فأضع نية مثلا السيارة، أيوة أريد سيارة، أنا راتبي 2000، يعني الدخل الذي يأتي 2000، والسيارة تحتاج 2000، يعني 40 شهر، 50، ما يذكر هذا الكلام، ما يقول هذا الكلام ولو ينفذ، طبيعته مختلفة عن الآخرين، مميز، كن في التميز. فهذا ماذا يقول؟ أي والله أريد سيارة 2000، أريد، إذن ستأتي، عنده قواعد يعرفها هو، أريد، أيوة أريد السيارة، ستأتي. ما يقول 2000 ريال ما في، ما يقول دخلي ما يغطي، هذه القوانين الأرضية غير موجودة عنده. هذا نتكلم هنا الآن عن كلاهما، الروحاني والرباني، ما يقول هذا الكلام، يقول أريد سيارة، ستأتي السيارة، أريد أخصص وزني، سيحصل، سيحصل. إذن الخطوة التالية ما هي؟ يرى أنه نحيف، نحيل، خلاص أيوة أنا خلاص أنا أريد هذا، الصورة موجودة، صورة الذاتية ليس أنا متين، صورة الذاتية ليس لدي، لست معدوم من السيارة، موجود السيارة، صورة متصورها خلاص، هو هذا هدف، الهدف ليس غائب مثل ذاك، ستأتي السيارة بعد 40 شهر، سأكون نحيفا نحيلا بعد 2 سنين، لا الآن خلاص أنا أريد هذا، هو حاصل، يأخذ وقته الفيزيائي لا بأس، بس هو حاصل 100% لابد يحصل. أكلت ما أكلت، جريت أو لم أجري، جمعت 50 دولار أو لم أجمع، ما لي دخل بهذه بأشياء غيري، إذا أريد شيء يحصل. كيف؟ ها هنا خلينا في الرباني، كيف؟ في الرباني، كيف هناك موجود، لا نريده، لماذا نريده؟ نريد الاثنين مع بعض، اللي في الروحاني والرباني كله نريده، وهو الحقيقة هناك يدمرك أكثر، لأنك تتوجه إلى غير الله، تتوجه إلى الكون. لكن لما نتوجه إلى الله ماذا يجري؟ الكون ربنا قال، ربنا قال سخر لكم، هذاك يقول الكون هو يعطيني، هو سخر لك، عرفت أو لم تعرف ما لك شغل فيه، أنت طريقك آخر، إيش اسمه؟ من يتوكل على الله فهو الله، فهو حسبه كافيه. توكل على الله يعني يقول خلاص أنا أريد هذا الشيء، والله على كل شيء قدير، وهو سيأتي، سأكون نحيلا، سأكون معي سيارة، ليس سأكون، أنا معي السيارة خلاص، ربنا فيه ثقة كاملة نضعها، أنا معي هذا الشيء خلاص، لا أشكو لأحد، ليس عندي سيارة، من يوم تقول ليس عندي سيارة أنا أريد سيارة كيف أفعل؟ أنت انتقلت من هذا البعد، من هذا المستوى إلى مستوى ذاك الذي يحتاج لخطة ووقت ومجهود شاق، وقد لا يحصل، قد تأتي الظروف، هنا لا تأتي الظروف، ولا أهتم بالظروف، ولا عندي خالق كل شيء، وذاك لا بأس نجيب تلميحات، وذاك الآخر الذي في البعد الروحاني يقول
عندي ثقة أن الكون هو تنظيماته سليمة، وما تنوي شيء وتحق تجعله دائم، هو يجذب هذا الموجود في داخلك، يجذب لك السيارة أو يجذب لك المرض أو يجذب لك كل شيء، هو يقول هكذا. لكن هنا نقول أنا أطلب ممن بيده ملكوت كل شيء، مو السيارة بس، كل شيء. فعنده ثقة وما عنده خوف من المستقبل، خوف من الظروف، إنه ولا شك إنه ممكن كيف ما يحصل. إذن هو لا زال في ذلك البعد، ما يصلح لأي بعد أصلا، ما دام في شكك لا يصلح، يبقى في البعد الأرضي، لأنه ما يريد يخرج الاعتقادات الفاسدة هذه. وعندنا سبيل الخروج مضمون 100% بالكورس الرباني، يأخذ الكورس يدخل في البعد الرباني إن صدق. أما يسمع فيديوهات، في ناس يسمع ويسجل وعنده الثقافة اكتملت، يعرف أسرار الكورس، لكن هو ما تغير، هو ما خرج من البعد إلى البعد، ما خرج، فهذا ما يفيد شيء. هو مثله مثل العلماء الكبار الذين طول الزمان موجودين وهم في البعد الأرضي، ويفسرون القرآن ويفسرون الحديث ويفسرون كل شيء، يعطيك فتوى في كل حاجة. إبليس منهم، من هؤلاء. إبليس عالم كبير، يعرف التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ويعرف الأنبياء كلهم واحد واحد من عهد آدم. فالمعرفة سهلة النوالة، يعني خذ لك اكتب وسجل، ولا اسمع كثير وتثقف ورد على الناس وتكلم، يصير عندك حجج وبراهين وكل شيء. الكورس الرباني هو كذا كذا كذا، أعلمكم هو. لا، نحن نريد ولو أمي يطبق، يعرف من هو، من أنا، لأن الله سخر لكم منهما كل اللي على الأرض. مسخر له؟ لا، ما هو مسخر له، مسخر عليه. لا دخل للتسخير في هذا، التسخير خاص بالمؤمنين بالله، غير المؤمنين بغيره. ما يصلح تؤمن بالله وتؤمن بغير الله، تؤمن بعدك الأرضي وتؤمن بالله، لا يأتي هناك فائدة. حتى تقرأ القرآن لا يفيدك، تصلي لا تفيدك، إلا حسنات إذا جاء يوم القيامة، جر حسنات سيئات يلا جيبوهم، رجحت يلا مر. لكن هنا ما في حسنات سيئات، حسنات سيئات موجودة، لكنه لا يمكن يعمل سيئات إذا في الإيمان. إذا كان من المقتصد والظالم من نفسه، أو من الذي يفعل الفاحشة، يفعل الفاحشة ويظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا الفاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله، فهو من هؤلاء، باب مفتوح مع الله، ليس مطرود، فيستطيع يحصل على التوكل ويحصل الفوائد كلها وهو في ظالم لنفسه. ليش؟ متقي، ما دام متقي، من يتقي الله يجعل له مخرجا، من يتوكل على الله هم المتقون، هم المؤمنون بفئاتهم. فهذا يوم من الأيام يجد نفسه نحف في أقل من سنتين، يجد أن السيارة حصلت له في أقل من 40 شهر. كيف؟ يبدأ الله سخر لكم. أنت ماذا تريد؟ أريد السيارة. لا، يعني ما يقول لا أستطيع، أريد السيارة فستحصل، سأملكها. إيش يحصل له؟ يجي واحد جار ولا صديق يقول لي أنت كل يوم رايح الشغل بدون سيارة بدون كذا، أنا عندي السيارة أدفعها لك. ها، ممتاز، استجاب الله لي في الداخل، من يتوكل الله فهو حسبه. إذن هو خلاص، هو حسبه، يعني هو يتولى الموضوع، انساه. هذا معنى من يتوكل على الله، انسى. فيقول نعم أريد السيارة. كم تستطيع تدفع شهريا؟ أنا أريد 2000. والله يعني أدفع لك 30 دولار، مو 50. قال له 30،
يبغى يريح نفسه، ما يقعد اذا ما اذا اقول له اكثر اضغط على نفسي علشان اجامل، هذا ما في شيء، هذا سياتي به الله ولو اقول ادفع له دولار. لا يقبل، لا يقبل، ياتي غيره. ليس لازم فلوس، بدون اموال ليس في بال هذه الترهات التي تمر علينا. هو ما تمر على هذا الشيء. ايوه كم هو سال كم؟ اذا ادفع لك 10 دولار. خلاص انا قبلت. اخذها بعد شهر وتمتع فيها حتى يسدد ذاك بعد 10 شهور، بعد مو 40 80 ولا 100 شهر. شفت كيف؟ كيف هذا طريق الربانيين تتوكل على الله. هو حسبك، هو حسبك، يعني انت ايش تسوي، انت ايش تسوي؟ خلي الله ماذا يعمل حتى يحقق لك هذه، لا تتحدث فيه. انت ماذا تعمل بعد التوكل، بعد الرمي الحمل عليه؟ سجن لفلان، ما ادري ايش لك، انت نتكلم عنك انت، غيرك هو يحمل وزره بنفسه، حتى لو ابنك والله بيربيه. انت تحن عليه وتعطف، فانت تعلقت فيه وصار هم فيك من قدره هو، مو قدرك انت. خلاص بعد البلوغ مسؤول عنها الله. ان ربيته وكيف يتعامل مع الله، خلاص ما ربيته هو يربي الله يتصرف. اتكلم عن الواحد نفسه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا هو يشاء الهداية وانت تحب له سيحصل عليها بك، هو لا يشاء لا يحصل عليها، لا من الله ولا منه. الله هو يفتح له اليوم كل يوم بوابة الهداية أو بوابة الرزق أو بوابة الشفاء. طيب، فإذا جينا نحن توكل، آمنت به أول وكفرت بغيره أول، هذا لازم تكون العروة الوثقة موجودة. هذا معنى التوكل، تتوكل عليه يعني تثق. متى تثق؟ إذا أنت ما في واحد ثاني تثق فيه، أما إذا فيه تثق بالأسباب 100% وقد لا تحصل لكنك تثق فيها، إذن هذا كلام. توكلت عليك يا ربي، روح هناك روح هناك، كيف يجي المال علشان أحصل على، كيف يجي المال علشان أحصل، كيف يجي المال علشان أحصل على الشيء الفلاني، كيف يجي المال حتى أسافر، كيف يأتي المال حتى أشفى، كيف يأتي المال. أنت متعلق بالمال، معبود القرن، فما توكلك هذا ربنا يقول لك أنت تتوكل علي وتتجه لغيري، اذهب إليه أغنى الأغنياء عن الشرك، أن تشرك به هو أغنى الأغنياء. لذلك هنا لازم إيمان بالله وكفر بالطاغوت، ثم يصح التوكل، ثم يصح الدعاء. قبل الدعاء كلام. فنأتي الآن إلى التوكل. أنا مثلا عندي معاملة، علشان نفهم نحن بالشيء، مثلا أريد يعني موضوع في مرتبة أنا في العمل وأريد مرتبة أعلى، وقالوا في ناس يقدمون معاملة عند رئيسك الكبير أو عند الحاكم أو رئيس الشركة مجلس الإدارة، وقلت أنا مظلوم عندي شهادات عليا ويوجد ناس شهادات الدنيا هم رؤساء لي، ما عندي خبرة وما عندهم خبرة، بصير مظلوم يعني. ف بذلت جهد ما نفع، أرسل خطابي في الطريق يأخذون وما أدري، المهم أني ما استطعت أن أتغير من هذا المكان. جاء واحد شخص كنت أشرب دائما مثال القهوة يأتي، لا أدري لماذا، كنت في مكان ما في المول في أي حاجة عند أصدقاء في البيت، وجاء هو هذا صديقي يعرف ناس أنا ما أعرفهم وحضروا كلهم وجلسنا نتحدث. ثم أنت أين تشتغل؟ أنا في الشركة كذا كذا، عندي شهادة كذا كذا، ويوجد رؤساء علي أقل شهادة، وكم أرسلت خطابات لا جواب.
كيف؟ هو رئيسكم فلان؟ أيوة فلان، هو صديقي. خذ هذا التلفون والإيميل، أرسل لي غدا، أنا أجلس معه كل أسبوع مرة مرتين. طيب أرسل. أرسلت وتركته. جاء واحد ثاني في القسم معك، قال أنت إيش صار مع مرتك؟ قال والله ما صار شيء، أرسلت هكذا، إذا أعطيني معاملتك. طيب خذ. هو أرسل لذاك ثم أرسل لهذا، هذا أرسلها وقت رئيس مجلس مثلا، هو الذي يقدم القهوة، أخذها وأحمق، قال لرئيس مجلس الإدارة قدم له القهوة، هو غاضب من بنته من أخيه من أي أحد، حالة نفسية تعبانة، قال هذا خطاب فلان، ماذا به؟ قال هو يريد يعني مظلوم ومفترى، كتب عليه افصلوه، لا أريد هذا الإنسان الذي يشكو لي ويذهب للقهوجي ويأتي. جاء صديقه ذاك وذهب إليه، قال لا لا خلاص هذا فصلناه. هو سبب، ذهب الاثنين. التوكل ما معناه؟ هذا ثقة ويعرف رئيس مجلس الإدارة، وجاء واحد آخر أقول له لا 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 خلاص توكلنا، لا خلاص لا أفريد هذا إنسان، الموضوع إنسان 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 نهائي خلاص. ليش؟ بس مالك شغل، لكن في الداخل ماذا يقول؟ عندي الثقة الذي سيحل المشكلة، وصلت له. يجي واحد ثاني يقول أنا أساعدك، لا 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 لا. فتصل إليه صديقه هذا يحبه، أهلا وسهلا كيف حالك طيب، ثم يشربون الشاي ثم يأكلون ثم يفعلون ويتكلمون ماذا ماذا، ثم في أثناء الكلام قال يوجد أخ لنا عندهم دكتوراه في كذا كذا، وهو في قسم ضعيف يعني، إن شاء الله هو يخدمك يفعل لك كذا، فاعل إنسان فاهم يعني. ها ما شاء الله، يلا يلا خلاص، هو مدير كذا كذا. شفت الثقة وعدم الثقة بالله الذي تقول اللهم اكفني هذا الشيء واسوي، ثم انا اريد اساعدك تفضل، انا اريد اساعدك تفضل، انا اريد اساعدك تفضل، انا اريد اساعدك من اي احد اثنين، واحد احمق واحد ذكي، أنت ما تعرفهم الاثنين، لا تعرف هذا أحمق هذا ذكي، لكن قال أنا أساعدك في اليوتيوب قلت كذا، قال لك أنا أساعدك أحمق، قال لك واحد ثاني أنا أساعدك ذكي. خذ مثال عشان نفهم. فجاء هذا، كيف تعرف الذكي من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من الأحمق؟ هذا أحمق هذا ذكي. المؤمن يعرف هذه اللغة، إذا الله أرسل واحد، أنا طلبتها توكلت عليه خلاص، فجاءني اثنين، واحد أحمق أعرفه، هذا يقول أيوة هذا كويس، هذا منصب كذا، هذا لأنه وتبريرات وكلام كثير، العقل مستبد والروح اللطيفة الأنثوية، اسم فيديو شوفوا. فالروح تقول ليس حسن، هو ينصت الروح ما يعطيه، ما يعطي وجهه، أنا طلبت منه إن شاء الله يأتي يأتي. يجي واحد ثاني يقول لك ماذا لديك كذا، أنا أساعدك، أنت ما تسأل الناس ولا تكلمهم، لكن طلع لك هذا الاثنين، واحد رفضته بناء على أنت مؤمن، إذن أنت تعرف كيف تتكلم مع مين، مع الروح الصادقة الصافية التي يعني تعطيك الحقائق، نفخت فيه من روحي، ما يحتاج، ما في باطل، ومع رؤية الشخص اللي يتكلم معاك يوجد طمأنينة قلبية. وهنا ما يفهم هذا، هنا مستبد، هنا أنثوية، لكنك أنت مصغي لها، تسمع هذاك في الخلفية المؤمن، تسمع هذا حقيقة، فأنت خلي الخلفية كلب ينبح.
لا أستمع إليه، لكن أنا شاعر أنه فيه. فلكن هنا مصغي مضبوط، أهلا ماما أمك، فأنت ماذا تفعل؟ مصغي طيب خلاص، هذا هو، هذا من طرف الله، هذا أرسله الله، ذاك أرسله الشيطان. في ثلاثة أصوات نتكلم عن المؤمن، المؤمن عارف إيش يسوي. صوت العقل اللي هو يبين الحجج والبراهين والمنطقيات، هذا كذا، هذا أرضي أرضي، يعني يجيب لك بعد أرضي. بدون هذا كيف؟ بدون المال كيف يحصل؟ بدون كذا كيف يجي؟ يعني بدون المعاملة هذه توصلها كذا بالطريقة الفلانية، عنده تبريرات ومنطق، وهذا أرضي. النفس الصوت الثاني شهوانية، شهوة، شهوات، أكل، شرب، زواج، نساء، رجال، ولا مناظر، والعمارة هذه كبيرة، وهذا 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 جميل، وهذا ليس جميل، الذي ليس جميل يقول هذا جميل، جاءني خطب واحد والشهوة موجودة، أيوة عنده المال، أنا بنت أو رجل، هذا عنده مال، عنده وظيفة، عنده سيارة، أيوة هذا كويس. نفس تقول كويس. ويوجد لذلك الرسول يعني مأمورين بالرؤية، ليش؟ لأن فيها الروح، أيوة هذا شريك يصلح معي مدى الحياة، القلب، الروح. ثم بعدين لما ذهب إلى البيت، بس يعني فقير، ممكن في القدر إذا تزوج يصير راتبه مضاعف، ما نفهم، نفهم الذي أمامنا. الآن راتبه كم؟ كيف أعيش؟ هذا لا يفعل. والأب والأم قالوا انتبهي، هذا بعدين تعيشي معاه حياة كدر، حياة مدري إيش، وصار العقل يشتغل مع النفس ضدك. والروح قالت حلو، الروح ما تفكر في المال، ما تفكر في الفلوس، ما تفكر في أي شيء، تفكر في سعادتك حقيقة. ناصح لك، الله جعلها ناصح، هديناه النجدين. الفطرة فيك، كبسنا الفطرة، كبسنا الروح، وكله قلنا يا الله ما نبغى هذا الشيء. التوكل على الله هو هذا الباب. إذا آمنت بعدين تعرف الأصوات، تعرف عدوك ماذا يقول، والنفس ماذا تقول. وانت الروح الحقيقي الابدي، لان النفس والعقل الى الموت ثم ينتهون، ينتهون، ما في شهوات، ما في، خلاص ده شهوات اكل، ايش اكل بدون الجسد؟ كيف ناكل؟ كيف نشرب؟ ياتي جسد اخر، ياتي جسد اخر لقوانين، لتلك الحياه تبدل الارض غير الارض، مو لازم نبات وجبل. فجسد مختلف، كما في جسد في بطن الأم مختلف عن خارج بطن الأم. لماذا مختلف؟ لا رئتين لا تعمل، أكسجين كيف يأتي؟ عن طريق الأنبوب، أكسجين، غذاء، دواء، كل شيء عن طريق السموم. لو خرج من بطن أمي وأكل يموت. إذا نفس الشيء هنا، في قوانين، لازم شجر، لازم أكل، لازم شرب، لازم، ولازم عقل يتصرف معاك. بعدين هذا العقل وهذه النفس ما له لزوم. وهذا الجسد أيضا لازم أكل عشان يمشي، ما نحتاجه هناك. تبقى معك تلك الروح، تبقى أنت الروحاني الخالد الأبدي الذي كنت تقول لنفسك، ونفسك الأميرة، أنت تحت الأرض هي الأميرة، أو العقل في البعد الأرضي يعني. فهنا في القناة والله ندل على كنز عظيم لا يرى، لذلك لا يأتي إلا القليل. هكذا الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. واحد شيء مطلوب، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خليك مع الله وغيره أضربه عرض الحائط،
وشوف ايش يصير دنيا واخرى. بلال، الان 1446، يعني 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة في النعيم. وألف أربعمائة سنة من كان يعذبه كان سعيدا في قبل الموت، عنده المال وعنده الشيخ القبيلة. فرعون كم ألف، وموسى كم ألف سنة. هذا ما يدعو إليه الأنبياء والرسل، ونحن هنا في القناة، وكل مؤمن صادق. أمر بسيط، اضبط العروة الوثقة، ها؟ بعدين يصير عندك ثقة، التوكل يجي أوتوماتيكي أصلا. هذا تذكير بس، القرآن يأتي للتذكير، من يتوكل على الله فهو حسبه، انتهى. كلمة واحدة امسكها المؤمن خلاص، أيوة صح، أنا أتوكل على الله، أنا أريد الشيء الفلاني، خلاص سيأتي. أنا الآن أعيش هذاك، ما أعيش عدم وجوده، لا أعيش خلاص موجود. متى يحصل هذا؟ حسب تعلقك أو تشتتك. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ما في شك. خلص من الكلام، فلما رآه أمامه، فلما رآه قال ربي، على طول يعني من يوم قال الكلمة ذي، هذا ما في يعني هل توافق ولا ما توافق، هو خلاص وافق من البداية. أيكم يأتي يجيب؟ هذا قال قبل أن تقوم من مقامك عفريت من الجن، وهذا قال أنا أتيك قبل أن ارتد إليك طرفك، جات فورا. أنت تريد شيء، تريد عرش بلقيس؟ لا، تريد شيء بسيط سيأتي فورا، أو بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ما يجي نهائي. أنت المؤخر مو الله. يقول الله ما استجاب، هذا دليل على الإيمان ضعيف. لو الإيمان قوي تقول الله هو قال أنا أستجيب، إذن هو صادق، أنا كاذب. مثل أحد الصحابة ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلان، ما أدري أخي ولا ابن أخي، قال استطلق بطنه، يعني عنده إسهال، فقال أسقيه عسلا. ذهب سقاه عسل، زاد الإسهال. هذا خير، لكن هذا. فجاء مرة ثانية قال يا رسول الله سقيته عسل ما زاده إلا استطلاق، زاد الإسهال. قال أسقيه عسلا، راح هذا ينفذ، ما له شغل. الرسول قال سقى عسل، زاد. قال يا رسول الله ثلاث مرات، فقال في الثالثة اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. ما يكذب الله، الله قال يسقي عسل، في شفاء، في شفاء، ما صار شفاء، أنت كذاب أيها البطن، أيها المرض، أيها اليد، أيها الرجل، أنت كاذب. ولا نكذب الله ورسوله، هذا شدة الإيمان كذا. مو أنا دعوته فلم يستجب، أنا 100% هو مو 100%، أين الإيمان به؟ ما تعرفه أصلا، فكيف تقول أنا مؤمن؟ فنحن الآن نقرأ بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا بلا دعاء، هذه وعد، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. علشان يعطيك ثقة يقول لك أنا اللي أبغاه أوصل له، توكل علي، من يتوكل الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.
قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن هو عارف قدر الأشياء وعارف كل شيء. حط ثقة، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أنت من ضمنهم. أنت بعد سنة، بعد شهر، بعد أسبوع، في لحظة لك قدر. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. آية أخرى نفس الترتيب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، حياته فيها اليسر. ذلك أمر الله أنزله إليك إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه سهلة؟ ليس سهلة. ثق إن إذا عندك سيئات، هو قال اتق الله، اتق الله يعني اجعل الباب مفتوح، افتقر إلى الله لا تفتقر إلى غيره. هذا معنى اتقي، اتقي افتقر دائما. الله الله لا يغضب، الله لا كذا لا كذا، دائما أروح له، مو أقول الله غضب خلاص انتهى لأني فعلت كذا، لا فعلت ولا رجعت له. هو قال فاتح باب استغفار، أنت تغلقه بكيفك. فالسيئات لا تخاف، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال عن نبي من الأنبياء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. مملوك. إن ربي على صراط مستقيم. وقال الله تعالى، واتلوا عليه من نبأ نوح إذ قال لقومه، يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا كيدكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. لا تقولون أخر البكرة بعد، يلا حط اللي عندك كله. واحد معه الله اتحدى مجموعة وأغرقهم الله بسببه، القوة العظمى مع ربك ومعك إن كنت معه. وقال علشان يوصينا بالآداب أخرى، كل التوكل هذا في حياتنا يعني، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يعني اثنين يتناجون، إيش يقول هذا يضرني هذا؟ لا أنت ثق 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 بالله، خليهم يتناجوا على تدميرك، مالك خليهم يتناجوا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إذن الموضوع أنا مع الله، وهو إذا أذن يصير، ما أذن ما يصير، وهو لا يأذن بالنسبة لي أحد يؤذي المؤمن. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي شيء يخطر، هذا يمكن يتناجوا ضدي، أي شيء هذا الخاطر طيره، قول أنا معي الله. لو حصل ما أدري، يمكن ما يصير، بس الشيطان يرسل رسالة حتى يجيب لك الحزن. ويقول الله تعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. حسبي الله، كيد سوي اللي تبغى اللي في رأسك. وقال الله تعالى بالنسبة للشيطان، بشر شيطان جن ما تخاف، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما في تسلط، يعطيك إشارات تردها. الكلب ينبح ما تلتفت له، دعه ينبح خلف الشباك. أنا إذا اندمجت مع الشيء اللي أنا فيه ثقة بالله، خلاص ينبح خارج بعيد، ما في تسلط.
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت مخافت رعبت لا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفاتهم. فمراجعة طريق عادي، نية مع النظر للأسباب، الأسباب المتوفرة حاليا، حاليا الآن، وجهد ومشقة وعدم ضمان. عدم ضمان يعني نخليها ايش نقول خطة باء، يعني انه مو ضامن. خطة باء نغير نسوي كذا، خطة جيم يعني مثلا بعد 20 شهر ما صار الشيء، اذا تغيرت الاسعار ذا، اذا خلينا 40 قدام كمان صار 60. خطة باء، خطة جيم، خطة دال، خطة. في ناجح في فاشل، ما في ضمان، لكن في التوكل في ضمان وعدم المشقة والراحة والطمأنينة. ليش؟ قال لك إن الله بالغ أمره، توكل ارميها عليه خلاص تعال. بس أول أضبط الكفر بغير الله والإيمان بالله، واعرف من أنت انطلاقك من الخالد الأبدي، ليس من النفس وليس من العقل والبعد الأرضي. هذه أساسية. كورس فيه كل التفاصيل، كورس مدفوع، كورس غير مدفوع، حسب أنت طاقتك، عندك فراغ، عندك كذا، تبغى التمكين تفضل، تبغى يعني شيء وسط تفضل، تبغى شيء مختصر تفضل. جعلناها موزعة. إذن في الطريق الآخر، ها، النية اللي تنويه وارمي على الله، في ثقة وضمان وعدم نظر للأسباب. تغيرت، أنا طلبت السيارة يعني قيمتها $1,000 الآن، بعد شهر يجي عاد العقل، ايه اصحى ايش فيه، ما زاد العسل إلا استطلاقا، كذب بطن أخيك. أنت صار السيارة اللي $1,000 الحين $10,000، مستحيلة. الكلب ينبح بعيد، لا أسمع له صوته كذا. هناك يقول الثقة بالكون، لا، هذا مرض كبير. ثقة بالله الذي سخر الكون لي، فلا التفت للمسخر، هذا خدام يعني عندك. لله يسجد، لله مو لك، لله يسجد من في السماوات والأرض والطير. جاب لك هذا المثال ليش؟ سجد لي خلاص، ما حد يتزحزح عن أمري، ماشي كده. طيب لكن ايش نستفيد نحن؟ قال سخر لكم ما في السماوات، هذول اللي سجدوا له سخرهم لك. سجدوا يعني ايش؟ مو اعضاء جبين، لا، انا في الخدمه، سجود خضوع لله، خلاص خاضع. ايوه تفضل بني ادم، خدمه بني ادم اللي من هم بني ادم اللي مؤمنين بي ومؤمنين بأنفسهم. لسنا محتاجين لمخلوق، لسنا ضعفاء، بالله نحن أقوياء. هذا المؤمنين. وسخر لك، وانت قال كرمنا بني آدم وسخرنا له، إذن هذا اللي سجد لله سخر لك. لذلك في يعني
من الطرفين، يعني من الطرفين الروحاني والرباني. أما المادي لو قابل المثال الذي سأقوله عن الأسد يأكله. ليش؟ أخوف، خوف من غير الله، اذهب إلى شجرة، اجري اجري جريك، ايش جري تعبان. هذا الأسد جري أعلى، الثعبان جري أعلى، الكلب، كل شيء أنت أضعف شيء بالنسبة جسديا أضعف شيء، لكن بالله أقوى. بالخروج من البعد والبقاء في البعد الروحاني إلى الموت برضو أنت أقوى. موجود صور في الفيديوهات كثير أنهم يأتي الأسد هاجم عليه وهو واقف لا يتحرك، ما في خوف، تمرن تمرن مو مشكلة، ويرجع الأسد. موجود فيديو واحد من مصورين القنوات اللي تجيب عن الحيوانات، واقف هكذا، وجاء فيل من أكبر الفيلة يجري، يعني ما هو تعرف الفيل يجري 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 هجوم، يعني هذا ما تحرك في شارة، واقف نفس المكان يجري. للحيوانات هذا طريقتها، يعني تشوف أنت تخاف الله تعمل حركة لتخويفك، جاء الخوف مسكك، ما في خوف هو يخاف. كثيرا شفنا بلاش فهد أسد، جاء هذا الحيوان إلى نفس إلى شخص وهو واقف، هذا يجري يعني خلاص يبغى يرمي نفسه عليه، فلما اقترب مسك فرامل حتى غبر الأرض ولف ورجع. الفيل نفس الشيء، جاء ثم ويصرخ بصوت حتى اقترب منه. هذا الإنسان ضعيف أمام الفيل ضخم، ما تحرك، هو وقف يرجع إلى الخلف ثم يتقدم، ثم يعني جلس فترة طويلة يحاول أنه يدخل الخوف عليه، بعدين يمسكه بالليل بالذيل ولا يركب فوقه ويعدمه. أول يجي الخوف عندك، هذه طريقة الحيوان، بيشوف أنت حيوان إذن هو إنسان. أنت لما تكون في ذلك البعد لازم ما في خوف غير الله، ما في خوف من غير الله، تمرن عليه تمرن، وربنا اللي يمرنك. يأتي لك بمواقف، أحيانا بعض المواقف في الحلم تحلم إنه سيل جاء وقضى على الناس وأنت وقفت كذا، وبعدين كذا جاء إلهام إنك تذهب إلى ذلك المكان، وإذا بالسيل ينحرف ويذهب إلى أماكن أخرى وتركك. مثال يعني يحصل لناس كثير. في هنا تعليق لواحدة من فترة طويلة يمكن، يعني كانت هي تكره الظلام، والذي يأتي يعني يأخذها من العمل أو من المدرسة لا أذكر، من العمل أظن، يأخذها إلى البيت ذلك اليوم، هو ما ذهب العمل أو حصل له أي عذر فلازم تذهب أرجع للبيت، والطريق طويل مع الأنوار والمدن والمدينة وهكذا، ومختصر للبيت عن طريق مكان مظلم، تخاف المظلم. أخذت الكورس بجد بجد، ما هو يعني أخذت الكورس تثقف، غير فيها، الكورس يغير ويثقف، اختار. فهذا غير فيها، فماذا فعلت؟ قالت الله أكبر لا إله إلا الله، أمشي. مشت تكبر الله، ومشت 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 في الظلام، والشيء ذهب الخوف من الظلام. الله فعل عند هذا الشيء بطريق العملي، بطريق عملي. ثم بعد ذلك إذا بالشخص مر عليها وأخذها ووصلها، حلت المشكلة، بس إيش الفزع هذا راح. فنحن طولنا ونحن لا نريد أن نطول، ولكن هذا ما لدينا يا أحبابنا في الله. الدين فيه حل لكل مشاكل البشر، لكن ابدأ من الأساس. عمود الدين ليس الصلاة، عمود الدين الصلاة.
لكن العمود هذا إذا وضعناه على البحر، عمود الخيمة هو الأساس، أضعنا العمود على الماء أو على رملة بس أوقفناه عليها، لم نحفر له ولم ندفنه ولم شيء، وضعنا هكذا، وضعنا الخيمة، أي هواء إذا مر صلى عمود الدين صح، لكن القاعدة التي عليها هذا العمود إذا غير موجودة انسى انسى. أيوة انسى قاعدة الأساس أو الركن في الإسلام أن تشهد، مو أن تقول، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة، شهادة، شفت شهادة متأكد 100% أنه لا يأله القلب إلا الله، إذن أنا لا أأله الأشياء. أول ركن في الإيمان أن تؤمن بالله، أمي لا يخلو لك تؤمن بالله، هذا هو آمن. واحد ثاني متثقف جميع العقائد عن الله ما ينفع، ما جاب أول ركن لا في الإسلام ولا في الإيمان. هكذا حالنا نحن المسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.